الذي لا تغيب ينابيع فضله ولا تقترب موازين عدله. له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فما الله بغافل عما تعملون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الناس أمام الحجة البينة ودين الله القويم. صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على هذا النبي وعلى آله. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، نستعرض اليوم معا صفحة من صفحات القدوة في سيرة سلفنا، ونحن نواصل حديث التمكين في الأرض وكيف مكن الله تعالى لأمة محمد. لنرى في هذه الصفحة كيف كان حب الصحابة لله تعالى ولرسوله المصطفى، وكيف خلفوا بالحب نبيهم في سيرته، وكيف نقلوا الدنيا مقاله من حيز الكلام إلى حيز الواقع والتطبيق العملي. إخواني وأخواتي، لقد كان حب الصحابة والسلف لله تعالى حباً فريداً، وكذلك كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حباً ملأ عليهم جوانحهم، حباً اختلط بالدم والعصب والعظم، فما من ذرة في أبدانهم إلا وقد غمرها حب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، وما من ذرة في أبدانهم إلا وقد غمرها حب المولى تبارك وتعالى، حتى ظهرت آثاره على جوارحهم استجابة وطاعة وتقليدا وتأسيا لكل أوامر الشرع ونواهيه ولحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في حركاته وسكناته رضوان الله تعالى عليه. وفي طريق الاقتداء بهم ننقل اليوم صورا تميز الفرق بيننا وبينهم، ونبدأ بأول الجوانب التي غرسها الحبيب المصطفى فيهم والتي تحدثنا عنها في أسباب التمكين. نبدأ بجانب الإيمان، نبدأ بجانب الانقياد والتسليم لله تعالى وللرسول، لنتبين معا قوة يقين أصحاب رسول الله ومن جاء من بعدهم من التابعين وصلابتهم في الدين. أما اليقين فقد تميز في صلابتهم الحق وثباتهم على الدين، وذلك أنهم تحملوا الشدائد رضي الله عنهم وصبروا أمام المغريات ولم يمهروا الدنيا دينهم أبدا، بل باعوا الدنيا بما فيها وبكل ما فيها من أجل دينهم
وكان من مواعظهم لنا ما جاء في قول بعضهم: لا تمهل الدنيا دينك، لا تدفع دينك مهرا للدنيا، فإن من أمهر الدنيا دينه زفت إليه الندم، يعني يوم القيامة. من أعطى دينه مهرا للدنيا ندم أشد الندم. وهكذا كانوا رضوان الله تعالى عليه يحرزون دينهم في عزيمة قوية لا تلين، مع أي شدة كانت، حتى ولو كان فيها ذهاب النفس قبل المال. ولقد بلغ ببعضهم من العذاب، وكلنا يعلم ذلك في سيرته، بلغ ببعضهم من العذاب ما لو ترك معه دينه تقية لكان معذورا. لو ترك دينه في الظاهر مع استقرار الإيمان في قلبه لكان معذورا، لكنه لم يفعله رضي الله تعالى عنه. وفي عرض هذا الجانب من جوانب عزيمتهم القوية، أخرج البياقي في السنن عن سعيد بن جبير تلميذ الحب بن عباس قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عباس، أكاد المشركون يبلغون من المسلمين في العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ أكان أهل مكة وغيرهم من أهل الشرك يبلغون في التعذيب من المسلمين ما لو تركوا دينهم ظاهرا تقية لكان لهم العذر؟ فقال رضي الله تعالى عنه: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، لا يقوى على القيام، ليس على الحركة، لا يقوى على أن يستوي قائما من شدة ما نزل به من التعذيب والضرب. ولم يكتفي هؤلاء الأخيار بفعلهم هذا في أنفسهم، في نفوسهم، بل أحبوا لمن جاء بعدهم ذلك الخير فنصحونا به، وكذلك المسلم، كما قلنا وسنقول ونكرر: يحب الخير ويحبه للغير، ويحب الغير أن يعملوا به، لأنه محب لله عز وجل ومحب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك المحب الصادق إذا عمل خيرا أو رأى خيرا أحبه وأحب من عمله. في نصفهم هذا أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبياقي في شعب الإيمان عن يونس بن جبير أحد التابعين قال: شيعنا جندبا البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والتشيع هنا يعني قاموا في إيصاله إلى طريقه رضي الله تعالى عنه، وليس تشيع الموت، إنما يعني قاموا يوصلونه، قاموا معه احتفاء به حتى يبلغ المكان الذي يريده وحتى ينصرف عنه أو عن ناحيته. قال: فقلنا أوصنا. فهكذا أهل الخير يسألون أهل الخير ممن سبقهم الوصية في الدين، فقلنا أوصنا. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أوصيكم بالقرآن، ونعم الوصية، أوصيكم بالقرآن، فإنه نور الليل المظلم وهدي النهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة، اعملوا به في العسر واليسر، لا تعملوا به في يسركم، ولكن اعملوا به في يسركم وعسركم. فإن عرض بلاء، إن عرض لأحدكم بلاء فاجعل مالك دون نفسك، اجعل المال فداء لروحك، روح فداء لنفسك. وإن جوزك البلاء، يعني تخطاك وكان البلاء في دينك،
دون دينك، فإن الدين أعز وأغلى من النفس. قال: فإن المحروس من حرز دينه. إن القصان الذي صان حياته الدنيوية والأخروية هو ذلك الذي صان دينه من الضياع، وإن المسلوب من سلب دينه، نعوذ بالله تعالى من ذلك. اللهم اجعلنا من الحافظين والحافظات، اللهم امين رب العالمين، من اخواننا واخواتنا والسامعين اجمعين امين رب العالمين. امين. ثم قال: انه لا فقر بعد الجنه. اذا ابتليت في الدنيا وكنت فقيرا من الجنه مفلسا فهذا هو الفقر. انه لا فقر بعد الجنه ولا غنى بعد النار. إن النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها. هذه نصيحة أيها الإخوة والأخوات، هذا جانب يقيني والإيمان الذي ورثه محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه في سورة من سور مواقفهم، وهي كثيرة تطول وتطول وتطول. وننتقل إلى سورة أخرى من حب الله تعالى الصادق الفريد في هؤلاء وحب حبيبه المصطفى. كان هؤلاء السلف في جانب الاستجابة والطاعة قياما لله تعالى رب العالمين، يأخذون التوجيه من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه أمر ملزم في طاعة لم تقتصر على العبادات، لم تقتصر على الصلوات، لم تقتصر على صلاة الجمعة كما يقتصر الكثير منا اليوم، لم تقتصر على صلاة العيد كما يقتصر جماهير المسلمين اليوم في عالمنا. فإن في المسلمين من لا يصلي حتى في العام كله إلا سوى صلاة العيد. طاعة أصحاب رسول الله والسلف لم تقتصر على العبادات، بل امتدت حتى بلغت بعضهم إلى ميدان الحركة أو السكون أو القيام أو القعود. لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم بالقعود طوال عمره لقعد، ولقد أمر الثلاثة الذين خلفوا بالقعود في ديارهم فما خرجوا إلا شابا كان يتمنى أن ينزل في حقهم شيء من الله تعالى يقبل توبتهم. ومن الصور الرائعة في هذا الميدان ما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشهيد الشاعر أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب، حتى إذا كان على مقربة من المسجد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اجلسوا. جاءه صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خارج المسجد وليس في المسجد يقول: اجلسوا. قال: فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خطبته، لم يزل جالسا في مكانه الذي جلس فيه في الشارع خارج المسجد حتى أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته. فبلغ ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعبد الله: زادك الله حرصا على طواعية الله تعالى وطواعية رسوله رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا إخواني وأخواتي، بمجرد أن سمع هذا الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جلوسه ابتره بالتنفيذ دون أن يعلم المقصود بالأمر من هو من الناس ولا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إن المتكلم عنده هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما دام قال اجلسوا فإن عليه أن يجلس. إنها مبادرة دقيقة وتوكيل عظيم لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه المبادرات والطاعة لسيد السادات
فيما أمر به ونهى عنه. وفي مثال آخر نراهم رضي الله تعالى عنهم يقدمون طواعية الله ورسوله على كل شيء. البطاريات نمت. نراهم وهم يقدمون طواعية الله ورسوله على كل شيء، حتى ولو كانت تلك الطاعة في ظاهرها تضر ببعض المصالح الدنيوية من وجهة النظر العامة، والكثير مما يقلق من ناحية الحياة، فإذا ما صارمه أمر لله تعالى قد يكون فيه شيء يضر بما يراه هو من وجهة نظره مصلحة، فإنه لا يمكن أن يستجيب لهذا الأمر. السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستجيبون لله تعالى ويطيعونه ويطيعون رسوله، حتى ولو كانت تلك الطاعة في ظاهرها تضر بعض المصالح الدنيوية من وجهة النظر العامة. يقويهم على ذلك أنهم كانوا يرون طواعية الله ورسوله أعظم كسب في هذه الحياة، أعظم من كل مال وأنفع من كل مال أو خير يتصوره المرء بعقله. ومن أحسن الأمثلة في هذا الميدان ما أخرجه أبو داود عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخابر، والمخابرة هي المزارعة، يعني كانوا يزارعون الأرض، والمزارعة أنواع، يعطون الأرض لمن يفلحها، وهي أنواع فيها نوع جائر كما سنبينه. قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المزارعة في أكثر أحوالها من هذا النوع الجائر. فذكر رافع أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، كانت لنا فيه منفعة دنيوية. قال: وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا من نفع الدنيا وكسبها، وأنفع للتأكيد على كلامه. قال: كنا وما ذاك؟ ما هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه، يعني ليعطيها أخاه فليزرعها فلاحا. والمزارعة التي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها كان له فيها نفع مادي لصاحب الأرض، لكنها كان فيها ظلم للمزارع، ظلم للفلاح الذي يزرع الأرض، حيث كانوا يشترطون فيها أن له نوع من الزرع المخصوص وللمزارع نوع آخر. وهذه المشارطة فيها إجحاف للمزارع، لأنه ربما أخرجت الأرض ما شرطوه لأنفسه دون ما شرطوا للمزارع، فيخرج الرجل بعد حصاد زرعة صفر اليدين. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المزارعة، نهى أصحاب الأرض الذين ينتفعون بهذه المزارعة، نهاهم عن هذه المزارعة مع ما لهم فيها من منفعة. فانصاعوا رضوان الله تعالى عليهم من أمر الله تعالى ورسوله، ولم يبالوا بمنفعة المال، ورأوا في طواعية الله تعالى وطواعية رسوله عوض من كل فائت من مال أو عرض. هذا مثال لا يقدر عليه إلا الأقوياء، إلى الذين يعرفون مغانم الآخرة. وفي مثال آخر يبين قوة القوم في تحريهم الحق
ورغبتهم في العدل والإنصاف حتى ولو كان على حساب ثروة كبيرة من المال. مثال النمي أن لا أحد منهم يرضى أن يبيع أخراه بكنوز الأرض ولو كانت في يديه. وفي ذلك المثال أخرج أحمد وأبو داود عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواريث بينهما قد درست، مواريث قديمة، يعني حجج هذه المواريث لم تعد موجودة والشهود عليها ماتوا من زمن، مواريث قد درست ليس بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسمع حجة كل واحد على أخيه وربما يكون متكلم أحد الخصمين متكلم فصيح اللسان يستطيع أن ينصح بحجته وأن يأخذ في كلامه كالمحامي البارع كما يراه في المحاكم، فيقضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا اللاحق بالحجة. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل بعضكم الحمل بحجته، لعل بعضكم يستطيع أن يبين حجته وأن يصح عنها أو قد قال لحجته من بعض، لعل بعضكم الحمل بحجته من بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ. من قضيت له من حق أخيه وهو يعلم أنه من حق أخيه وليس من حقه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة. إسطام هو الحديدة التي تقلب بها النار. لو عندك مدفاة في البيت وعندك حديدة تحرك بها النار، هذه الحديدة هي الإسطار، يأتي بها قطعة من الحديد في عنقه يوم القيامة. قال: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. هو صاحب الحق في هذا المال، أنا لا أريد شيئا من هذا المال، أنا لا أريد شيئا من هذا التراث ولا ذاك التراث، هو لأخي. كل واحد منهم دفع الحق للآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إذ كنتما ما دمتما قد رضيتما بأن يكون الحق مع كل واحد منكما فاذهبا فاقتسما، اذهبا فاقتسما المال بينكما ثم توخيا الحق ثم استهنا. والاستهام والاقتراع أمرهما أن يعملوا قرعة أيهم يأخذ هذا الحق هذا النصيب حتى تكون النفوس راضية مرتاحة، ثم ليحمل كل واحد منكما صاحبه، ليأخذ كل واحد منكما لصاحبه أنت في حلم إن كان لي عندك حق، حتى يأتي يوم القيامة بين يدي الله تعالى بريئا وبراءً. إخواني وأخواتي، هل رأيتم في هذه الأمثلة من قوة وإيمان وكيف تركت القوم منفعة مادية كانت لهم في طواعية الله ورسوله؟ وكيف ردد الرجل قوله في نفع الطاعة على المال فقال: وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع؟ وكيف بكى الآخران من خوف أن يكونا قد أخذ ما لا يحق لهما؟ وكيف يوجد بيننا اليوم على كل المستويات من يقدم النفع المادي على طاعة الله وعلى طاعة رسوله، ومن يختلق المعاذير لأكل الحرام، ومن يوجه نفسه بقسوة الحياة أو على القضاة على الكسب إن لم يسلك مسالك الحرام؟ وكم بيننا من هذا وذاك، وهكذا يبعد الشبه بيننا وبين سلفنا كأننا لسنا لهم بأحفاد ولا بيننا وبينهم أنساب. والحديث منصور بعد إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Thank you.
mercy and blessings. All matters will return to him. Allah is aware of everything that you will do. Every witness there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala, the one and only with no partners, the Almighty and assured truth. I bear witness that the Prophet Muhammad, peace be upon him, is the servant and messenger of Allah. My dear brothers and sisters of Islam, continue our talk about the establishment of power and strength on earth for Muslims, being guided by the example of our Prophet Muhammad, peace be upon him. We reflect today on the example of the companions and the early Muslims to experience their love to Allah and his Prophet Muhammad, peace be upon him. We will see how they apply the guidance of Muhammad, peace be upon him, turning his words into real behavior and actions applied in every day's life. Their love for Allah and his Prophet is exceptional. Love consumes all their attention. Love is deep in their blood, bones, and nerves, and every atom of their body. Love which transformed into their senses, from their senses into obedience and submission to every command the divine laws ordained. With the goal is to follow their example. That's our goal, the goal of our Imam of this series of khutbahs. And the goal of this particular stand of paying attention to how the early Muslim and how the companion reacted to the command of Allah and his Prophet, we illustrate ways of critical differences between them and us today. Starting with the virtue that the Prophet Muhammad, peace be upon him, planted in their hearts and planted in their souls. First, we talk about conviction and the total submission to Allah and his Prophet. We talk about the iman, the belief, the conviction in the heart, experiencing the strength of their faith and their unshakable conviction. Belief that is unshakable. Unshakable conviction transforming into solid stand for the truth. It's not just conviction, it's conviction transforming into a stand, a solid stand for the truth wherever you see it, wherever you find it. Enduring difficulties, patience, and the denial of sinful desires. They did not sell the hereafter by earthly glitter, and on the contrary, they sold earth and what's in it for the sake of their faith and the sake of the hereafter, as they say to us, commanding us, do not provide your faith as a dowry, as a price. Do not sell your faith as a dowry or a price for life, as whoever does that, sorrow will be his return in the hereafter. That is the way they acted, protecting their soul and belonging their faith under any circumstances or difficulties. Even if physical suffering was so severe to be a reason for them to return to disbelief, but they did not that. They endured so much abuse and torture that can give them an excuse, even with their tongue, to say, I go back to worshiping idols, but not with their heart, but even that they did not do. Illustrating the strong will, it was narrated by Al-Bayhaqi on Sa'id ibn Jubayr that he asked the Abbas to both of them, did the disbeliever torture the Muslim to the point they would actually have an excuse leaving their faith with their tongue, but not with their heart? Ibn Abbas said, yes, by Allah, and he swear by Allah, they used to beat, starve, and not provide any water for them to the point that they could not sit down from the extreme of the harm that it was done to them. Those honorable companions and early Muslims were not only satisfied with their deeds, but they commanded for whoever comes after them. It was something inherited, something they commanded generation after another, and it's also coming to us. It was narrated by Ibn Abi Shayba and Al-Bayhaqi on the 3rd of Yunus ibn Jubayr
that he said, we were with Jundal Bajay, we got the peace of heaven. And we asked him, command us, a righteous people, asking an intellectual, righteous scholar, command us. And he said, and if you comprehend and retain anything from the Sultan, listen to his command. He said, I command you the Quran, as this is a bright light of the darkest nights and the guidance by day. I command you the Quran, as it is the light of the darkest night and the light by the day and the guidance by the day. So follow its path to overcome difficulty and shortage and in good time. So follow the command of the Quran in good and bad time. If you experience a trial, if you experience a trial, a difficulty in your life, provide your money to shield yourself. Give so you can shield your soul. And if the trial threatened, got harder, squeezed you more, then shield your soul, your faith. Shield with your soul, your faith. As the winner who protects his face and the loser who loses his faith. There is no poverty in heaven and there is no wealth in hell. As in hell, the slave will never be free. He is in hell. The slave will never be free and the poor will never be rich. This is the command of our early Muslims to us and it comes to us in the 2nd century. My dear brothers and sisters, with these truths, we need that unique love of Allah and His Prophet. The early Muslims were obedient, taking the guidance of the Quran and the word of the Prophet Muhammad, peace be upon him, to be a command and a mandate. It is not just a command you hear from one ear and go to the other. It's a command and a mandate that you live with it and you apply in every action in your life. They were in a state of obedience that is not limited to what is ordained of rituals from prayers and fasting and giving zakat. But some of them extended that obedience to their movement, silence, standing or sitting. An example of that what was narrated by Abdul Razak on the Surah Abdul Rahman ibn Abi Layla, that Abdullah ibn Rawah, because the peace was him, was coming to the Prophet Muhammad, peace be upon him. And while the Prophet was giving a sermon in the mosque, and Abdullah ibn Rawah heard him from a distance saying, sit down. He sat where he was, outside the mosque. The minute he heard the Prophet Muhammad, peace be upon him, saying the word sit down, he sat wherever he was outside the mosque until the Prophet finished his sermon. When the Prophet Muhammad, peace be upon him, heard about that devotion, he said to him, Abdullah ibn Rawah, may Allah increase your devotion to the obedience of Allah and the obedience to the Prophet. That honorable companion, when he heard the Prophet Muhammad, peace be upon him, command of sitting, he sat without knowing what the command was for and to whom. He did not question it. He did not question it, glorifying the command coming from the Prophet Muhammad, peace be upon him. We can see, my dear brothers and sisters, our need today to act like this honorable companion and to be obedient to our Prophet in what he commands and what he forbids. It's not a matter of discussion, it's not a matter of opinion, it's not a matter of changing time. It's a command from the one who talked with guidance from Allah subhanahu wa ta'ala that apply at all time. Commands that should be respected and command can be realized into actual life in what the Prophet commanded and what he forbid. Another example of what they provided in obedience, those honorable companion, those honorable early Muslim, to Allah and his Prophet in everything, regardless of this obedience on the surface might be harmful. Sometimes, just by being superficial, a command, you can say, well, maybe that will harm my business, might harm my ability to be profitable, my heart, it cannot apply to the time. So regardless what it appears to the surface, command from Allah and Allah Muhammad, peace be upon him, we obey and we hear.
They considered the obedience to Allah and His Prophet bigger and better and more beneficial than any amount of money or goodness that the mind can imagine. It was narrated by Abu Dawood that Rabi' ibn Hudayj that he said, "We used to employ farmers to cultivate our land in return for some of the crops at the time of the Prophet Muhammad, peace be upon him." He was telling the story that this is what's happening in the life of the Prophet Muhammad, peace be upon him. They used to employ farmers to cultivate the land for a return of part of the crop. One of my uncle came and said that the Prophet Muhammad, peace be upon him, commanded us not to engage in an issue we thought is beneficial for us, but because the obedience of Allah and His Prophet is more lucrative, we stopped. We say, we hear, and we obey. We asked, what is it? What is this issue that the Prophet Muhammad, peace be upon him, asked you to refrain from, and you stopped? He said, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Whoever on the land, let him cultivate it, or let his Muslim brother cultivate it with just conditions." The Prophet Muhammad, peace be upon him, actually was preventing and forbidding a practice that the companion and the early Muslim was engaged in that did actually benefit the owner of the land and actually was unjust to the farmers who cultivated that land. As these conditions qualify and put certain condition for the harvest to be for the landowner and owners and another one to be for the farmer. This is unjust to the farmer, as the land might actually produce what condition for the owner, but not what is conditioned for the farmer. It's an unjust deal that the Prophet Muhammad, peace be upon him, saw as not just, and he actually asked to be forbidden. Those honorable companion resigned to the command of the Prophet, not thinking of any financial loss, or finding in obedience of the Prophet more compensation than any loss of money or profit. Another example, in seeking justice and seeking truth, even if it was to sacrifice a lot of money in return, it was narrated by Imam Ahmad and Abu Dawud and Al-Ghayri from Musana, may God be pleased with her, that she said, two men among the supporters in Medina came to the Prophet Muhammad, peace be upon him, to settle an old inheritance that it did not have any documents or any witnesses. It's an inheritance with no support, with no conclusive evidence of who it belonged to. So they came to the Prophet Muhammad, peace be upon him, asking him, judge among us. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, the Messenger of Allah said, "You came to me to judge among you, and I am only human." That's the words of Muhammad, peace be upon him. You came to me to judge among you, and I am only human. And maybe one of you is more eloquent with his evidence and the reason over the other. If I judge according to what I hear, and I am only human, the Prophet Muhammad, peace be upon him, saying, if I judge with only what I hear, and I am only human, I might judge for one of you of what does not belong to him. So let him not take it, as it would be like I gave him a piece of iron from the hellfire, the piece of iron that stirred the fire, and it would be planted in his neck in the day of judgment. The two men cried, and both of them said in the same time, "I leave what belongs to me to my brother." Nobody wanna take a chance of taking anything that does not belong to him. And they said, "I leave what belongs to me to my brother." The Prophet Muhammad, peace be upon him, responded saying, "Because both of you said that, go, both of you, and divide your inheritance between the two of you, and seek truth and justice. And if you have doubt, have a drawing, and let both of you satisfy with one another. If you have any doubt, then have a drawing, take it, and then forgive one another, and be
aside for one another. My dear brothers and sisters, do you see more honorable and strong example than this? How these honorable elderly Muslims disregarded any financial return to obedience to Allah and His Prophet, how they reached the conclusion that following the command of the Prophet and Allah is more beneficial and more profitable, how both these two brothers cried from the fear of taking that debt does not belong to them and might belong to another, turning to us today. And this is where the contrast, and this is where we need to reflect, and this is where we need to ponder, where are we from this example? Where are we applying what we hear? Where are we when we hear Allah subhanahu wa ta'ala saying and His Prophet saying that we say, we obey, and we hear? Where are we? So we turn today into our reality. We find on all levels, those who put financial return ahead of obedience, and those who craft justification to earn unlawfully, finding the excuse of hardship of life and their inability to earn lawfully to take the avenue of the unlawful living. Because of all the difficulties, because there is no way I can make an honorable lawful living, they take the way and the road to unlawful living. We can see and realize the lack of resemblance, even close resemblance between us and the Arab Muslims, as if we are not their offspring, or have no direct relationship to them, or not receiving the same guidance from the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Understanding what makes them successful, and this is what's important for us today, for everyone individually, to understand what made these companions, these honorable early Muslims successful, will help us to realize our shortcomings and hopefully make the necessary adjustments. And inshallah, we'll continue this discussion next. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, الذي نعيش به صالحات وشكر لله الذي يوافق بقرب السماوات وشكر لسيدنا نبينا محمد رسول الله اتقى الله فوقاه وتوكل عليه فكفاه واعتمد عليه فاواه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبته وائمته هداه اما بعد فان ايها المسلمون والمسلمات انفسكم ونفسي اتقوا الله فان تقوى الله خير زاد من المعاد والله اسال ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وامنحنا هداه ووفقنا لما فيه رضاه اللهم ول امورنا خيرنا ولا تول امورنا شرارنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم وحد بفضلك صفوف امه سيد المرسلين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم احسن خلاص المسجونين اللهم فك الاسرع للماسورين اللهم لا تعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا مدينا الا قضيت اليه ولا مكروبا الا فرجت كربته ولا حاجة لك رضا لنا في أصلاح من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك ربنا قريب مجيب دعواتي رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Oh, my God.